أعزائي أهلا بكم إلى المحطة الحوارية الأولى اللي راح نتكلم فيها عن جائزة التميز من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، ولقاء يجمعنا مع المهندس محمد الحمود الفائز بجائزة التميز الذهبية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية. أرحب فيك أستاذي الفاضل وسعيدة جدا بتواجدك معي. حياكم الله، أنا سعيد أكون معاكم في برنامجكم المميز. مساء الخير يا كويت. نعم، بداية طبعا نعطي السادة المشاهدين نبذة عن معهد الكويت للأبحاث العلمية. في الحقيقة معهد الكويت للأبحاث العلمية أنشئ من 50 سنة، 1967. أصحاب القرار سياسي في ذاك الوقت عندما أتى شركة الزيت العربية اليابان لإعطاء لهم يعني التنقيب، وللتنقيب تم شرط وضع في العقد أن إنشاء معهد للأبحاث في الكويت، وفعلا اليابانيين أنشأوا المعهد في ذاك الوقت بسنة 67، وكان في عبارة عن برنامجين للبترول والبيئة، وفي سنة 81 وكان يرئسها يابانيين، وفي سنة 81 صدر مرسوم الأميري ليبين شكل المعهد وأهدافه المطلوبة منه في المشاركة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، حيث زادت برامجه البحثية في مجالات أخرى كالمياه وكالطاقة والبيئة والغذاء، بالإضافة إلى البترول، وفي أمور وفي برامج أخرى. نعم. إضافية تتعلق بالاقتصاد الوطني. والمعهد من هذاك الوقت للحين يتبع التخطيط الاستراتيجي في وضع خطط البرامج الاستراتيجية في وضع برامجه. نعم. اليوم المعهد اللي يدير هذه البرامج 4 مراكز بحثية عندنا موجودة. مركز البترول هو موجود في الأحمدي قريب على القطاع النفطي هناك لإعطائهم الاستشارات والدراسات الاستشارية في جهة، وفي عندنا مركز البيئة والعلوم الحياتية. نعم. ومركز الطاقة والبناء ومركز المياه. هذه المراكز 4 مراكز. نعم. مدعومة من 3 قطاعات مساندة، قطاع الإدارة والمالية، وقطاع العمليات التجارية التسويق والعمليات التجارية لتسويق أبحاث المعهد وتقنياته، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا. نعم، إذن هذه نبذة عن معهد الكويت للأبحاث العلمية. خلنا ننتقل أستاذ إلى الجوائز اللي حصل عليها المعهد من 2015 لغاية 2016. أوكي. المعهد يقوم بأبحاث كثيرة من 50 سنة وهو يقوم بأبحاث، وعنده عملاء كثيرين داخل الكويت وخارجها، وعنده اتفاقيات وتعاون أبحاث مشتركة مع جهات مع منظمات مرموقة عالميا يعني بالعالم يعني في المنطقة والعالم. وأبحاث المعهد يعني تنشر في دوريات كثيرة ومعروف عنه من ناحية العلم والتكنولوجيا والأعمال اللي يعملها، وتجينا يعني سنويا تكريمات وندخل على في تنافس بين منظمات يعني موجود سواء بالمنطقة أو بالخارج اللي عرض الجوائز. خلال سنة واحدة حصلنا على تقريبا على 9 جوائز. تسع. نعم. تسع جوائز. تكلم عنها بالتفصيل أستاذ هذه الجوائز. الحقيقة الجوائز اللي يعني حصل عليها المعهد خلال السنة هي جائزة التميز الذهبية وميدالية التميز التي منحتها المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية. نعم. أوكي. هذه يعني الجائزة تم اختيار من الكويت جهتين. حلو. شركة زين. ايه؟ للمسؤولية الاجتماعية ومعهد الأبحاث. نعم. وتم تكريمنا في دبي واستلمنا الجائزة. إضافة إلى جائزة أفضل العرب اللي هي كأفضل مؤسسة بحثية. نعم. في قطاع الأبحاث هم في المغرب هم رحنا استلمناها وموجودة الجائزة. في جائزة كبيرة جدا حصلنا عليها هي جائزة البنك الإسلامي للتنمية عن فئة الإسهام العلمي والتقني المتميز في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نعم. لعلمك أن 64 دولة إسلامية تتبع البنك التنمية الإسلامي مشتركين فيه،
وهذه فيها ما يقارب أكثر من 200 مؤسسة بحثية. الجائزة تتنافس. نعم. المعهد صار لها 15 سنة الجائزة. المعهد أول دولة خليجية تحصل عليها، رابع دولة عربية تحصل عليها. جميل. بتاريخها. وبعدين يعني في يعني اللي هو اللي يعني أنا يعني مو بس أعطونا الدرع وهذا، أعطونا إلى $100,000، جبنا $100,000 يعني دشت على ميزانية المعهد، يعني حصلنا فلوس. نعم. وهذه حقيقة تعتبر من الجوائز السنة هذه فعلا اللي المعهد استقبل. بالإضافة إلى عندنا مثلا من باحثين عندنا دكتورة إقبال العنزي عملت محاضرة، أفضل محاضرة علمية في فعاليات المؤتمر الدولي للمياه بعنوان الموارد المائية في المناطق الجافة، الطريق للأمام، جامعة السلطان قابوس. كذلك جائزة المهندسة العربية المتميزة حصلت عليها عندنا الدكتورة فتوح الرقم، اتحاد المهندسين العرب. نعم. كذلك عندنا جائزة الإنتاج العلمي في مجال العلوم والهندسة من مؤسسة التقدم العلمي. حلو. حصل عليها الدكتور عبد العظيم معرفي في البترول. نعم. عندنا جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية للدكتور علي الدوسري. نعم. أخذها من مجلس التعاون دول الخليج العربي، هاي جائزة مهمة. جائزة أسطورة الطاقة كذلك أخذتها النشيطة الدكتورة فتوح الرقم عندنا، هي في الجمعية الأمريكية لمهندسي الطاقة. نعم. كذلك الميدالية الذهبية لأفضل اختراع حصلنا للمعرض الدولي الثامن للاختراعات في الشرق الأوسط بالنادي. نعم. العلمي هني اللي حصل عليه الدكتور صلاح العنسي، هذه سرت على عجالة. نعم. إذا تسع جوائز خلال عام، خلال عام 2015-2016. نعم خلال عام. نعم جميل جدا. طيب أهم مشاريعكم التنموية؟ المعهد يعمل مشاريع كثيرة، يعني احنا عندنا سنويا المشاريع يعني ننجز سنويا ما يقارب 25-30 مشروع، ولكن أهم مشروع ننجز المشاريع القائمة بحدود 80 مشروع، مشروعين على طول عندنا مشاريع يعني ننجزها، بس من أهم المشاريع الوطنية احنا نعتبرها حقيقة. نعم. وهو مشروع يعني لمشروع عن إنشاء محطة للطاقة البديلة في الشقاية. هي على تقريبا يعني على مساحة ما يقارب 100 كيلو متر مربع، هذه المحطة راح ننشئها وراح تأخذها وزارة الكهرباء وتتوصل على شبكتهم. حلو. يعني لأن سمو الأمير حفظه الله برؤيته يعني طلب في سنة 2030 يعني 2030 ان 15% من الطاقه الانتاج الكهرباء تكون عن طاقه الرياح وطاقه طاقه بديله والطاقه البديله. نعم. والشمسيه. والمحطه راح يعني تقريبا المحطه راح تنتج 2000 ميجا وات، وراح توفر فرص عمل كثيره، وراح تغطي المنازل اللي بالمنطقه اللي حواليها، يعني في فرص كثيره. بالإضافة إلى هذا يعني بالإضافة إلى المشروع هذا، هو عبارة بالنسبة لنا برنامج يعني هو. نعم. كان ضخم جدا. بلشتوا فيه؟ إيه بلشنا فيه. حلو. ويعني بشهر 11 شقلنا 70 ميجا. حلو. شقلنا 70 ميجا بالبداية وصلناها للشبكة. بالإضافة إلى مشاريع لها علاقة بالموضوع في الطاقة البديلة اللي هي عندنا 150 منزل مولته مؤسسة الكويت التقدم العلمي للطاقة على أسطح المنازل تستفاد منها البيوت، يعني جميل. ما يوفر ما يقارب 10% من الطاقة المستهلكة في المنازل. بالإضافة إلى الحين كذا جمعية تعاونية موجودة، الأسقف للمواقف بالطاقة الشمسية للإنارة وهذا، وفي يعني مشاريع مستقبلية يعني على أن تكون على البلد كله. العمل طويل. نعم. وصعب. ومع الوقت يعني لما التكنولوجيا تتحسن والنتائج حلوة لأن التكنولوجيا هي موجودة برا، بس تحتاج أن نطوعها على بيئتنا. يعني بيئتنا لها خصائص مختلفة. صح. من الرطوبة والغبار طبعاً. وهذا ما هي موجودة المناخ البيئي. صح. المناخ البيئي. يعني هذا من أفضل المشاريع. نعم. أستاذ محمد، إذا حاب تقول كلمة أخيرة وصلنا معك للختام.
والله أنا يعني حقيقة أشكركم وأشكر برنامجكم المميز حقيقة مساء الخير الكويت لأتاحت الفرصة وأنتز هذه المناسبة أشكر حضرة صاحب السمو وولي عهد الأمين صاحب الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء على دعمهم حقيقة الدائم للمعهد وتحفيز باحثينا وإدارته على الإنتاج العلمي. شكرا لك. إذن أعزائي أكيد متواصلين معاكم ولكن بعد هذا الفاصل.